لتفاصيل أكثر عن آخر تحديثات منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام ينضم إلينا طارق ثلجي خبير شبكات التواصل الاجتماعي مباشرة من دبي. مساء الخير طارق وأهلا بك معنا. مساء الخير روان، كيف حالك؟ تمام، مبسوط وجودي معكم. نحن أسعد لأنك دائما تطلعنا على الجديد والأبديتس، كيف حالك؟ شكرا، تمام، طمنين عنك. تمام بخير. فلنبدأ مع المنصة المفضلة بالنسبة لي فيسبوك، ما هو جديد فيسبوك هذا الأسبوع؟ يعني فيسبوك أضافت خدمة جديدة، هي خدمة الوظائف في أكثر من 40 دولة. هلا هاي الخدمة كانت اوريدي موجودة من قبل، بس كانت مقتصرة على الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. هلا أضافوا كمان 38 دولة ليصبح المجموع 40 دولة حول العالم. طبعا هاي الخدمة الهدف منها، آخر استبيان عملوا منها بأمريكا إنه واحد من بين أربعة فعلا تم توظيفه من قبل هاي الخدمة. يعني 25% من اللي قدموا على هاي الويب سايت اللي هو عطري فيسبوك حصلوا على وظيفه بالفعل. بس طبعا هذا اللي لحد الان الخدمه بس لل مش للمناصب الكبيره، يعني السي او ولا السي اف او ولا المناصب العاليه مكان تواجدهم ليست بهذه المنصه. يعني هي مثلا المناصب القليله مثلا زي كاشير، زي بائع، زي يعني مناصب صغيرة فقط. مش غلط لكنها بداية جيدة، فإذا كنت تبحث عن وظيفة وما زلت في بداية حياتك ومقتبل العمر ربما حان الوقت لتجرب فيسبوك. شعب الفيسبوك مختلف تماما عن شعب تويتر، فأخبرنا ما هو جديد تحديثات تويتر هذا الأسبوع طارق؟ يعني آخر تحديث اللي هو كتير مهم ابتداء من الشهر الجاي وبالذات ب 24 مارس راح التويتر راح تمنع اللصق، النسخ واللصق، يعني الكوبي بيست من التغريدات اللي هي هدفها تجاري او سياسي. كيف يعني؟ يعني مثلا انت بتفوتي على المؤثرين مثلا او الناس اللي عندهم اكبر عدد من المتابعين، دائما بتشوفي بالردود مثلا بيع متابعين او شاي التنحيف او مثلا شيء سياسي بحطوه متكرر جدا جدا جدا. فهاي التغريدات، هاي الردود، هاي راح كلها تلتغي تماما. يعني حيبطل في شيء اسمه كوبي بيست، حتى لو قام الشخص بإضافة حرف أو حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو زاد أو نقص برضه راح يلغوها. وكمان راح حتأثر كمان على الريتويت وعلى الأكونت نفسهم، يعني حتى الحسابات اللي بتعمل ريتويت برضه راح يعتبرها سبام وراح يتم إغلاق جميع هذه الحسابات. فقط يعني فيما أي يتعلق واحد راح يشوف الردود الطبيعية من الناس، ردود طبيعية، هذا فقط فيما يتعلق بالدعايات التجارية والأمور السياسية صح؟ نعم. يعني مثلا اللي هي مثلا في حمله شائعه على دوله مثلا، يعني في بعض الدول استهدفت مثلا بحملات وصار الردود عليها مثلا اقتباس نفس الرد بحطوه بكل الحسابات، هاي كمان راح تلتغى تماما. وفي تحديث ثاني صار هلا على تويتر كثير مهم اللي هو اضافه التغريدات للبوك ماركس للمفضله. يعني انت شفتي اي انا او انا اي مستخدم شاف تغريده حلوه مثلا وممكن يرجع لها بعدين، بس كل عباره يعملها انه يضيفها فقط الاد تو بوك ماركس. بوك ماركس، طيب محبي ومستخدمي سناب شات كانوا غاضبين في الفتره الماضيه، فماذا عن جديد سناب شات وهل يرضي مستخدميه ام لا؟ يعني السناب شات عملت اخر شيء تحديث حلو جدا، كثير حلو، كثير عجبني انا، اللي هو مثلا اضافوا فلترز كثير حلوه وباللغه العربيه، يعني كثير الناس عم يستخدموها هلا، انا عم بشوفها عم بلاحظها كثير عم بيستخدموها. وثاني تحديث اضافته هو الفريند موجي بصيغه اللي هو بال 3 دي. كيف يعني؟ يعني مثلا انا قاعد مكان كافيه مثلا او مطعم مثلا قعدت بطاوله، ممكن انا مثلا البيت ايموجي تبعي ممكن اعمل لك انفايت انك تقعدي معي بنفس المقهى وتقعدي معي وممكن نقعد نشرب قهوه ونحكي ونصير مثلا واحد ممكن نطفئ الطاوله، واحد يركض، واحد يمشي، زي كانه لايف يعني بس عن طريق 3 دي. بس المشكله كل هدول التحديثات الجميله اجي خرب عليها التحديث الاصلي للسناب شات. يعني برضو. يعني لو ضلوا التحديث هذا مع التحديثات هاي كان كثير روعه على السناب شات بنظري. بنظرك طبعا انستغرام قام على كثير من ميزات وخصائص سناب شات وكانت هذه البداية، لكن انستغرام انطلق وأصبح من أكثر التطبيقات شيوعا في العالم، فما هو جديد انستغرام لينافس سناب شات ويتفوق عليه؟ يعني آخر إشي انستغرام نسخ
ميزه من سناب شات اللي هي سكرين شوت. يعني بالتحديث القادم اي شخص مثلا بالستوريز قام مثلا بعمل سكرين شوت لصوره او لفيديو راح يوصل تنبيه للمستخدم لصاحب الحساب انه هذا انه الفلان فلاني مثلا عمل سكرين شوت للصوره او للفيديو. هاي الميزه موجوده بسناب شات من اول ما فتح تقريبا. هاي اول ميزه. ثاني ميزه جديده اللي هي مثلا هلا صار بامكان اي شخص يعمل شير للستوري، مش عفوا للبوست، عن طريق الواتساب. يعني ممكن انا اعمل كوبي شير تو واتساب ابعثها لاي واحد من الفريندز عندي على الواتساب. بمناسبه الحديث عن الواتساب، هذا اهم تحديثين صار. بمناسبه الحديث عن الواتساب، اخبرنا سريعا ما هو جديد واتساب هذا الاسبوع طارق. يعني واتساب اخر تحديث له هم اخر قبل فتره أن نزلوا التحديث اللي كان اي شخص انه يلغي الرساله اللي بعتها بعد 7 دقائق. هلا بالتحديث الجاي، هلا هم نزلوه بالبيتا، ولكن بالتحديث الجاي راح يصير راح يعطوك 68 دقيقه، يعني ما يعادل ساعه و8 دقائق بامكانك انك تلغي المسج اللي انت بعتها للشخص. طارق ثلجي خبير شبكات، صار في ردود فعل كثير للناس انه 7 دقائق. نورتنا يا طارق، وشكرا على كل جديد تأتينا به في كل زيارة لك لشير. شكرا.